عجبتني جمله او كلمه محطوطه في التقرير محطوطه بعنايه الحقيقه، انهم احتكار الاخلاق. صحيح احنا في توقيت، وده يمكن انا عايز ابتدي بيها، ما المفروض احنا هنتكلم في الكوره، بس انا بشوف انه ده دايما جزء لا يتجزا من الكوره. احنا بجد محتاجين للاخلاق، محتاجين للروح الرياضيه. انت عرفت تعمل ده في زمنك وما زال ممتد المثل لحد دلوقتي يا كابتن هادي، طيب تساعدنا ازاي احنا محتاجين للاخلاق دلوقتي في التوقيت ده؟ لا، هي طبعا الاخلاق موجوده في 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 كل وقت، والاجيال في كره القدم مليئه بالشخصيات المهذبه اللي هي تستطيع انها تؤثر على الفريق بشكل ايجابي. والحقيقه يعني موجودين في يعني اللاعبين دول، بس طبعا الوضع الرياضي أنا بصراحة ماليش في المجاملات. أنا أشوف كلمة الأخلاق دي بقى، بشوف قدامي مثلا كابتن نادي خشبة، بشوف قدامي أبو تريكة، بشوف قدامي حازم إمام، يعني مجسدة فيكم الموضوع ده. يعني هو أصل الموضوع ده بيحتاج شوية أن أنت تكون في منظومة تساعدك على الموضوع ده. البيت له دور كبير جدا في الموضوع، لكن الاساس كمان المعايشه داخل النادي. النادي الاهلي او نادي الزمالك هي مؤسسه عريقه في على مدار 100 سنه او اكتر طبعا، فطبعا بتخلق دوافع عند اللاعبين، بتخليهم عندهم روح جيده جدا، عندهم سلوك متزن، عندهم شخصيه متزنه. والحقيقه الاخلاق لازم تكون موجود مع الموهبه. الموهبه لوحدها بدون التزام واخلاق اتصور انها بينقصها الكثير، ممكن تتوج ويبقى شكلها افضل لو هو تحلى بالانضباط الاعصابي شويه، لان في لعيبه فعلا مميزه جدا تحتاج بس انها الشخصيه بتاعتها بتكتمل، تتبلور احسن من كده، تتبلور. والمشاحنات في الرياضه كترت قوي، والعصبيه كترت، والراي الاخر يعني بقى فيه ضجيج شويه، فمحتاج اللعيب ان هو يبعد عن نفسه، ما يبقاش ما يسمحش اول ما ينزل الملعب ما يسمعش الحاجه خالص بره، يبقى هو مركز تماما في 90 دقيقه ولا بعيد فيها. في وقت كده كابتن هادي كنت بتتنرفز تخرج عن شعورك يعني؟ ما والله يعني هو اكيد الواحد يعني بيبقى اصل بالك برضو الهادي قوي ده، لا لما انت مثلا بتيجي عليه خلاص بينفجر، ما مش عنده قدره على الاحتمال يعني. يعني هي في الكوره بالذات معايا الحمد لله الواحد بيسيطر على اعصابه شويه داخل الملعب. ودي بتفرق شويه في التوجيه، بتفرق شويه ان انت بتقدر مع زمايلك في الملعب تهدي التوتر اللي موجود ما بين لاعبين في الملعب. فان شاء الله نتمنى عندنا لاعبين فعلا في كل الانديه موجودين عندهم سمات شخصيه كويسه بيؤثروا على اللاعبين الاخرين، وبيخلي فيه هدوء، ما يبقاش فيه ضغط على التحكيم، ما فيش جمهور يبقى ساير، بالعكس يبقى الدنيا هاديه في الكوره، والكوره استمتاع في المقام الاول. صحيح صحيح فعلا. حضرتك اكتر لعيب لعبت للنادي الاهلي عدد مباريات؟ صحيح. ده دي حاجه عظيمه. الحمد لله. كم ماتش كابتن؟ 400 وشويه اعتقد. 448 مباراه. 448 واللي كان بعديه جه عصام الحضري تقريبا حوالي 420 مباراه بس ما كملش. وكان قبليها الكابتن ربيع ياسين والكابتن اسامه عرابي في حوالي 390 مباراه. فالحمد لله يعني لعبت في نادي الاهلي. بكام بطوله يا كابتن هادي؟ 25 بطوله. ما شاء الله ما شاء الله، 25 بطوله و 448 مباراه بين رسميه ووديه. لا ده مباريات رسميه مع الفريق الاول بس. مباريات ده بخلاف بقى مباريات الناشئين او المنتخبات، دي قصه ثانيه يعني. لكن بنتكلم عن مباريات الرسمي مع سواء بطوله الدوري او كاس مصر او البطولات العربيه والافريقيه يعني. طيب خليني بقى اسال حضرتك على الوقت الراهن، فين الكابتن هادي خشبه من العمل داخل النادي الاهلي، بيتك ومكانك واللي الناس دايما بتحب تشوفك جواه؟ والله النادي الاهلي ده بيتنا، ودائما الواحد يعني بيتابع النادي الاهلي وبيقف جنب النادي الاهلي سواء داخل المنظومه او خارج المنظومه الرياضيه داخل النادي الاهلي. في الاخر احنا بنحاول نساند النادي الاهلي. انا بقالي تقريبا حوالي 25 سنه جوه النادي الاهلي، من 89 ل 2014، وخرجت منه حوالي سنتين ونص تقريبا بره النادي في الفتره الحاليه. لكن في سنتين ونص انا مستمتع ايضا ان انا من جمهور النادي الاهلي وبعشق النادي الاهلي وبتابع الفريق. فارق يا كابتن؟ فارق ما بين انت تبقى يعني في مقعد بعيد عن مقعد الاداره وانت ايدك في الكواليس وفي المطبخ؟ طبعا. هو الضغط اكتر عليك وانت مسؤول اكتر من ان انت لعيب.
يعني انت لعيب انت مسؤول عن نفسك فقط. فبالتالي بتحاول تؤدي موهبتك بتساعدك ان انت تنجح بس. لكن وانت مسؤول بيبقى عليك ضغوطات اكبر بكتير. وكل ما المسؤوليه تكبر عليك ضغوطات اكبر. لكن وانت جمهور ترجع بقى ترجع اسهل شويه. تشجع براحتك. تصريحاتك اللي انت قلتها وانت مسؤول في اي وقت من الاوقات جوه النادي الاهلي تقريبا تتعدى على الصواب. ما بتحبش الاعلام؟ ما بتحبش تتكلم فيه؟ لا انا بالعكس انا بحترم الاعلام جدا. الاعلام هو مرايه للشغل اللي بيتعمل جوه النادي الاهلي سواء للاعبين والمسؤولين والفريق. ولكن احنا اتعلمنا جوه مدرسه النادي الاهلي ان احنا نتكلم قليل ونشتغل كتير. والحمد لله يعني كان ده اللي انا كنت الخط اللي احب امشي فيه يعني.